بس المشكلة إن للأسف في بعض الناس لا تعبد الله ولا تعبد كتابه، بتعبد جماعات وشيوخ وتفسيراتهم، وللأسف يجد من يصدقهم. ودي الثورة الدينية بقى اللي احنا مستنيينها اللي قال عليها السيسي. لا مش هدخل في دي، مش عايزين ثورات تانية بقى، مش ثورة عايزين ثورات دينية، تانية. ثورة تنويرية، ثورة فكرية، خلاص يا سيدي تعبنا ثورات. دي الثورة الوحيدة اللي احنا محتاجينها دلوقتي. طيب